السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم إيهاب محمد من قناة وينكونكر. فيديو جديد من فيديوهات كول أوف ديوتي موبايل، وأخيرا حدث سايبر أتاك نزل عشان نقدر نحصل على سكنات جميلة جدا جدا جدا. وأنا عارف إزاي، بيقول لك ملحوظات مهمة كده، لما تيجي تلعب ماتشات الملتي بلاير وباتل رويال هتقدر تحصل على إكسبات كتير. طيب عشان نقدر نحصل على إكسبات كتير، إن أنت بس تكون مطول في اللعبة بتاع باتل رويال وتقتل أعداء كتيرة جدا جدا. بيقول لك كل ما انت كمان بتزود القوة بتاعت زيرو ده انت بتاخد جوائز كتيرة جدا جدا، ولو انت عايز تكسب 50% من السيزون هتقدر تشتري البندل اللي موجود عندك هنا، اللي هو ده لما تدوس جوه هتلاقي البندل ده اللي هو ريترو بندل. ماناش دعوة بالكلام ده كله، فيلا بينا على زيرو اكس بي بوينت هو 12، فنقول يلا انتر ايفنت. اخيرا يا جماعة الايفنت نزل، وهو اللي عامل زي اللاقي او عجلة الحظ، حاجه مميزه جدا 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 بالنسبه له والله يعني. فاحنا بقى المطلوب هنعمل مني ايه دلوقتي؟ اول حاجه بيقول لك الاسترينس هنا عموما بتدوس كده اهو، بيقول لك يوز 62 واحده، فانت عندك هنا بقى بنسب معينه، في نسب بتزيد ونسب بتنقص، كل ما النسب بتزيد شوفها بتنقص هنا، فهتزيد في حاجات تانية زي ما انتم شايفين كده. بص هنا ايه اللي هيحصل، هزيد في حاجات تانية هنا تمام. فانا اعمل ما اوبريشن ستارت اهو، زيرو ليفل اب، رفعنا مستوى الزيرو، فدوس على اوبريشن زي ما انتم شايفين عندك هنا اهو، اخدنا اكس بهات، فهينقص دلوقتي وهيزيد في حاجات تانية. حلو الكلام، زاد برضه في الاول 1000 كوين، مش عارف ليه بيزيد في 1000 كوين يا جماعه والله. تمام بيرفكت اوبريشن. هنا بقى بيقول لك الاكس بهات، هو مطلوب منك 2000 اكس بي عشان تقدر تحصل على سكن زيرو دارك اوبس. سكن يا جماعه شكله روعه جدا، شكله روعة جدا جدا جدا. طيب هو مطلوب منك عشان تقدر تجيب المهمات دي والحاجات دي كلها، عشان تقدر تجيب السكنات دي، وحتى السكن الاس كي اس تكنيك تحفة يا جماعة. لا 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 لا، سكن روح تحفة، كفاية العين اللي موجودة ورا دي. المطلوب يا جماعة ان انت تلعب ماتشات ملتي بلاير وباتل رويال عشان تقدر تحصل اكسبات كتيرة جدا جدا. وانت برضو عموما لما بتجيب حاجة بتختفي بعديها تمام، بس ما اعتقدش ان حاجة معينة، في حاجات ممكن ما تختفيش خالص، زي مثلا الكوينات دي مثلا او حاجه، اتمنى ان كله يختفي بصراحه عشان اقدر اجيب الاس كي اس تمام. يبقى فهمنا ان احنا لما نيجي نلعب ماتشات الملتي بلاير والباتل رويال هناخد النقاط او زيرو اتش بي اللي احنا نقدر من خلاله نعمل اوبريشن ستارت، وهيجي لنا عامله زي اللاك درو، وهيجي لنا اي سلاح او اي سكن عموما لغايه ما تقدر تجيب السكن الاس كي اس. وطبعا كل ما انت بتزود 2000 نقطة ده مش حوار يا جماعة، يعني سهلة لو انت لعبت كام ماتش كده ولا حاجة ممكن توصل ل 500 نقطة بسهولة، بعديها تجيب ال 2000 دولار بسهولة خالص تمام كده. يا جماعه مهمه سايبر اتاك خلصت، جيب لك سبات انت تلعب ماتشات الملتي بلاير والباتل رويال، ما فرقتش بس جيتر بانك او العادي يا جماعه ما فرقتش خالص. كان معكم اياد محمد من قناه وي نو كونكر، اتمنى منكم الدعم المستمر، لايك للفيديو واشتراك للقناه مع زر الجرس، وتنشر الفيديو في كل جروبات كل فيديوهات الموبايل. اتمنى لكم كل خير وجمعه مبارك عليكم ان شاء الله. ما تنسوش تصلى على النبي، والفيديو ده كان بتاريخ 3/9/2021. سلام.